يلا بينا نخش بقى على جهاز الكمبيوتر عشان نشوف ازاي نخش على اعدادات الراوتر ونكتب البروتوكول في الدي ان اس رقم 1 والدي ان اس رقم 2. انا دلوقتي اخش على جوجل وهكتب فوق في السيرش 192.168.1.1، بتكتبه بالانجلش وبعد كده بتدوس على انتر. بعد كده هختار ادفانسد الاعدادات المتقدمه، هضغط عليه تنزل تحت خالص. بعد كده هختار بروسيد تو 192.168.1.1 وادوس على اوكي. بيطلب مني ادخل اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم عندي انا اسمه ادمن، ولكن الحروف كلها سمول ادمن. نفترض انت مثلا عندك واي فاي، او نفترض الراوتر نوعه فودافون، انت بتشوف الاسم والباسورد في ظهر الراوتر شكله عامل ازاي. انا عندي بيكون الاسم ادمن والباسورد عبارة عن ارقام وحروف، تمام. انت عندك فودافون هتكتب فودافون اللي هو الاسم، الباسورد، وعلى فكرة انا شرحت فيديو ازاي تغير الباسورد بتاع الراوتر، هسيبه لك في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق مسبق. فانا هدخل الباسورد وبعد كده ادوس على لوج ان. بعد ما دخلت الاسم والباسورد ادوس على لوج ان. بعد ما كتبت اليوزر نيم والباسورد هختار هنا الهوم نتورك، وبعد كده في الشمال هتختار لان انترفيس، هتنزل تحت خالص هتختار الاختيار الثاني الدي اتش سي بي سيرفر. بعد كده هتختار هنا مانوال، هتختار الاختيار ده، هتفعل الاختيار ده عشان خاطر يظهر لك الدي ان اس، تمام. بعد كده هتكتب البروتوكول 208.67.222.1.2.3، وهتيجي هنا تكتب 208.67.222.1.2.3. وبعد كده عند ال 1 دي هتختار اخر اختيار دائما، انا عايز يكون دائما مش دقيقه ولا ساعه ولا يوم ولا اسبوع، هختار دائما وادوس على سيف. زي ما احنا شايفين your data has been saved. وبعد ما كل حاجه اتسيفت عندي هتعمل ريستارت للراوتر، هتنتظر دقيقتين 3 دقايق، تدخل بعد كده على اي متصفح وتكتب اي حاجه. نفترض مثلا كتبت مواقع اباحيه او مشاهده فيديوهات مواقع اباحيه، مش هيوديك على اي حاجه خالص. يا ريت تعملوا شير للحلقه بتاعت النهارده، لو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. هسيب لك دلوقتي في شاشه النهايه فيديوهات اخرى، خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.